جميل، شكرا لاعضاء لجنه التحكيم، شكرا للشاعر نادر الحربي وفالك التوفيق. رابع شعراء الليله، شاعر شاب يملك طموح كبير ويراوده حلم التتويج باول القاب شاعر القمه من منطقه الرياض، سنستقبله بعد التقرير الشاعر نايف بن صاهد بن عقيل. الشعر متنفس النفس من ضيق الحياة، فيها أشوف أشياء واجد ما كنت أشوفها، لا علي إني لعزه ولا أرفع مستواه، ولي عليه اللي دعيته يجيب حروفها. نايف بن صاهد بن عقيل، المنطقة الرياض، شاركت في شاعر القمة للظهور الإعلامي الأول، وبإذن الله المركز الأول. رحبوا معي بالشاعر نايف بن صاهد بن عقيل. يا مرحبا ومسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله بالخير. جيت اتخطر عيون مقدرين السفيه، واملى عيون الاكابر محتمين الحمى، وقدمت نفسي وانا واثق ووجهي وجيه، ومنطق لساني طليق ولا نشب فالجمع، وانا ولد من بعزمه يصل اللي يبيه، ما هي بلحية تصير ويمكن وربما يبلها تصير، وانا اسمي يشرف ذوي، خلك من اللي قصيده مثل طلع الكما، يبلها تصير وانا اسمي يشرف ذوي، خلك من اللي قصيده مثل طلع الكما، ومن يكسب اعجاب حكامه ومن يرتجيه يفخر بشعره، وانا كلي فخر وانتما، يوم الهمه والقصيده العذب وجه نزيه، وانا اليوم من كتبت اروي ضما من ضما، وشلون بملا عيونه قبل راحت يديه وارضي غروره، اللي شفت القصيد احتمى، والشاعر اللي يقدم شيء مما لديه يمدح مقاما على رؤوس الزوامي زما، حب الوطن والقيادة شيء لا ريب فيه، عسى عيون ما تغلي دارها للعمى، سلمان يمشي على خطة اخوانه وبيه، عبد العزيز الامام اللي يحق ندمه، وعلى شبيه الامام اللي مجاله شبيه، اسرجت لي في ميادين القصيد ادهمه، رعبوبة باسم سيدها خذت ما تبي، شامة العين الزعيم اللي يقود زعمه، تحايلي وجهها الطاهر ولحي عليه ياخذ عنانك، وموعدنا عنان السماء، الشامخ الواثق الحر النزيه النبي اللي على العالم السامي بشعب السماء، خطوة بخطوة وإذا نجى الشيء للي يليه من فتنة اليوم ولا ما حصل في ظلمة. سلامتكم. صح الله لسانك أبو صاهد، وإلى تقييم لجنة التحكيم ومع الأستاذ فالح الغنامي. يا مرحبا يا نايف، تبقى وترحل. القصيدة هاي طال عمرك تمثلنا جميعا، جعل عمرك طويل. القصيدة اللي في الوطن والقصيدة اللي في حكامنا نعتبر يتكلم بلسنتنا كلنا،